الاوبتيكال والالترا ساوند. هلا الاثنين ويفز بس ويفز مختلفه تماما عن بعض. الاوبتيكال هي جزء من اي نوع من الويفز؟ ايش بنسميهم كلهم هذول الويفز اللي منهم الاوبتيكال والالكترومغناطيك ويفز؟ اذا كل هذول الويفز هم عباره عن الكترومغناطيك ويفز على سبيكترم مختلف تماما. الالكترومغناطيك ايش فيهم؟ الويف هاي فيها ماجنتيك فيلد وفيها الكتريك فيلد، وهذول الاثنين عموديين على بعض وانتقالهم وحركتهم بتكون عمودية على مجال الانتشار. فإذا الويف عمالها تنتقل بهذا الاتجاه رح ألاقي إنه عمودي عليها بكون في الكترومغنتيك فيلد، وعمودي عليها كمان عليه كمان هو بكون في الكتريك فيلد. أوكي ماشي واضحة هاي؟ عمال ننتقل إحنا في هذا الاتجاه، الموجة عم تنتشر بهذا الاتجاه، عمودي عليها باتجاه ماجنتيك فيلد وعمودي على الماجنتيك كمان في الكتريك، وفي تغير بينهم. طبعا أنا رسمتهم إن فيز مش شرط يكونوا إن فيز. هل بحتاج ميديوم للالكترومغناطيك ويفز؟ لا. لا. والشيء الوحيد فيهم انه سرعه انتقالهم في الفري سبيس راح تكون نفسها اللي هي سي، واللي هي بتساوي لامدا في اف. مظبوط؟ عندي سي، سي اللي هي سرعه الضوء في الفري سبيس، طبعا هون هذه بدها تساوي لامدا في اف، وفي اختلافات مش هيك؟ في اختلافات بسرعه الضوء في المواد المختلفه، مظبوط؟ فصارت عندي هذه بتساوي لامدا في اف، لامدا اللي هي الويف لينكس تبعت هذا السبيكترم، والاف واللي بدخل فيها كل انواع الويفز الالكترومغناطيك ويفز الفيزبل سبيكترم والانفراريد والالترا الالترا فايولت مش هيك؟ كله هذا، واللي منهم الاوبتيكال، وفي عندي شيء فيزبل بشوفه وفي شيء ما بشوفه، هذول كلهم بدخلوا تحت الالكترومغناطيك ويف. اهم شيء انه ما بدهم ميديوم، لانه لو بدهم ميديوم، لو الالكترومغناطيك بدهم ويفز ميديوم كان ما توصلنا اشعه الشمس، مضبوط؟ ما بدها ما بدي ميديوم حتى تنتقل، او لو فرغت الهواء من بالناقوس شيء ما بقدر اشوف شيء من خلاله مش هيك؟ فهذا الالكترومغناطيك ويف لا تحتاج ميديوم، دازنت نيد ا ميديوم. في عندنا بشكل عام في الاوبتيكال طريقتين للقياس. الطريقة الأولى وهي نادرة اللي هي تايم اوف فلايت. هاي اللي حكى عنها زيد، أنت اسمك زيد؟ تايم اوف فلايت، التايم اوف فلايت بتعتمد على مبدأ إنه عندي هون سندر وريسيفر. والسندر أنا ببعث ليزر بيم بضرب بجسم وبرتطم برجع مره ثانيه. لهذا ايش المشكله الاساسيه فيه؟ لاني بنتقل عمال على سرعه الضوء، تمام، بنتقل على سرعه الضوء، سرعه الضوء ان فري سبيس بتساوي 300,000 متر، 300,000 او 300 مليون متر بالثانيه، 300,000 كيلو متر بالثانيه، فالسرعه هائله جدا، فلما نحسب على مسافه مثلا 20 او 30 متر راح يطلع عندي بالنانو سكند. إذا البروسيسنج سيركت اللي بدها تكون هون صعب انها تكون بيك، بدها تكون هاردوير. هلا انا بتذكر لما حكى لي عنها الزيت المره الماضيه قلت له ما اظن انها صحيحه، بس ممكن في بعض اجهزه، في عندنا في بعض اجهزه بتستخدم بكون هذا كله هون هاردوير، يعني بكون في هاردوير سيركت وبتقيس هذه الزمن القليل جدا اللي صار في انعكاس الضوء. هذه بنسميها تايم اوف فلايت. التايم اوف لايت شائع اكثر بالالترا ساوند لانه اسهل الزمن اللي نقيسه. نعم، بس في مرات في اجهزه في الضوء بتستخدم بروسيسور اسمه يودو، هذا اليودو اسرع يعني سريع جدا سريع جدا 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 في النانو سكند الاوسيليشن تايم. تمام، ايش اسمه؟ يودو. يو انا بعرفش عنه. جيب لنا عنه، جيب عنه تفاصيل. بكتب ايش؟ يو يو عاديه. ايوه دي دبل او دبل او اسمه يودو. اوكي جيب لنا عنه نشوف هاي، لانه هون عندي اذا كانت مسافه قصيره امكانكم تحسبه راح يطلع عندي وقت قليل جدا لحتى اقدر اعمل له بروسيسنج احسب المسافه اللي راح فيها ورجع. وفي اخر الترانسديوسر تكنولوجيز اظن هون في يمكن واحد هيو ابندكس 1 انا حاطط فيه هون لونج رينج تايم اوف فلايت ليزر سنسور. ميزه الليزر ايش؟ ميزه الليزر على الالترا ساوند انه الخط فيري 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 فوكست فيري فوكست، فما بصير في عندي تشتت في الضوء، فلما بضرب بجسم بضرب بشكل دقيق. يعني لو انا عمالي مركز الليزر مثلا وبدي اجيب وين الارتفاع هذا العمود، بامكاني اخلي الليزر يضرب بالضبط بالعمود ويرجع، لو انه الترا ساوند راح يتشتت الالترا ساوند، فبعضه راح يضرب ويرجع وبعضه راح يضرب اشياء ثانيه ويرجع، فهذا ميزته انه فيري فيري فوكست، البيم بقدر اعمل ليزر فوكسنج للانرجي اللي بالليزر. النوع الثاني اللي هو منتشر شائع جدا اللي هو مبني على مبدا التراينجوليشن. والتراينجوليشن بشكل مبسط اذا بدنا نفكر فيه بشكل مبسط، فكره التراينجلز احنا ممكن نستخدمها او بنستخدم احيانا كثير فكره التراينجلز. لو عندي مبنى هون وبدي اشوف ارتفاع هذا المبنى، هاي مش نفس الطريقه اللي هون بس احد يعني طريقه شبيهه او فكره شبيهه فيها. في عندي تماثل في المثلثات، مظبوط؟ هذول بنسميهم سيميلر تراينجلز مش هيك؟ بنسميهم هذا المثلث زوايا نفس زوايا المثلث اللي موجود هون، مظبوط؟ فالنسب ما بين نسبة X
على واي هي نسبة نفس نسبة ايه على بي، مظبوط؟ فبإمكاننا احنا بالقياس اذا حطيت انا عصاية معينة وبعدت العصاية عني بحيث انه اطراف العصاية تكون ضاربة على اطراف الجسم بالنظر، صار المسافة بيني وبين العصاية وبيني وبين قاعدة البناية معروفة، مش هيك؟ واي معروفة، بي معروفة، وايه اللي هي طول العصاية معروفة، مش هيك؟ ايش بقدر اطلع الان منها؟ اكس. هاي مستخدم كثير في المساحة، المساحين اللي بده يشوف ارتفاع او بده يشوف ارتفاع جبل او شيء زي هيك بدون ما طبعا يطلع على الهذا، بامكانه باستعمال التشابه في المثلثات، ايش بالعربي بنسميه تشابه؟ تشابه المثلثات مش تطابق، تطابق لازم يكون كل الاطوال نفسها. تشابه المثلث هذا مشابه للمثلث هذاك، اظن بالانجليزي بنقول سيميلر وكونجروينت، كونجروينت متطابق، سيميلر متشابه. اذا بنفس الفكره هون بالترانجليشن بيكون عندي في السنسر في كاميرا بزاويه وفي ليزر بيم بزاويه، وهدول بينهم خط، وعندي الليزر بيكون طالع بزاويه، هذه الزاويه اللي موجوده هون، فهدول صاروا عباره عن مثلث. هذا الليزر بيم راح يطلع بالزاويه هاي ويضرب في اوبجكت معين، الكاميرا راح تطلع وين النقطه بينت. لاحظوا هلا الاوبجكت هذا اذا بين اذا قرب راح يختلف مكان النقطه بالنسبه للكاميرا، مزبوط؟ الكاميرا اذا عم تطلع هون راح تلاقي النقطه بدل ما كانت على هاي الزاويه صارت النقطه على هاي الزاويه، مش هيك؟ واذا اقترب الجسم اكثر وين صارت النقطه بالنسبه للكاميرا؟ على هاي الزاويه. فكل ما انا بعدت الجسم او قربته مكان النقطه، يعني لو انت عمالك بتطلع انت موجود مكان الكاميرا، لو احنا مكان الكاميرا وهي الشاشه اللي مبينه عندنا، الليزر بيم نازل بهذا الاتجاه. هلا لو الليزر بيم والكاميرا بنفس الزاويه ما راح ينفع، مزبوط؟ يعني لو احنا اجينا قلنا حطيت انا الكاميرا والليزر بيم بنفس الزاويه، الليزر راح يضرب الجسم بهاي النقطة، مزبوط؟ والكاميرا وين راح تشوف النقطة؟ بالنص. شو مقرب؟ لو قرب هذا الجسم وين راح تتحرك؟ ما راح تتحرك النقطة، ولو بعد ما راح تتحرك النقطة، إذا ما استفدناش، لازم يكون في زاوية، لازم يكون في مثلث هون. ميزة المثلث إنها بتسمح للكاميرا إنها تشوف النقطة في أماكن مختلفة، فبصير عندي لو الكاميرا كانت، نفترض إنه الكاميرا عمالها بتطلع من هون، كل ما اقترب الجسم وين راح يصير الليزر بيم بالنسبه للكاميرا؟ راح يرتفع اكثر، مظبوط؟ يعني كل ما في البدايه لما يكون الجسم بعيد راح اشوف النقطه هون، لما يقترب الجسم راح اشوف النقطه هون، لما يقترب اكثر راح اشوف النقطه هون، راح اشوف النقطه هون. فالكاميرا ايش بدها تعمل؟ بروسيسنج، بس بدها تاخذ مكان النقطه بالنسبه لهذا الفريم، ونفس الشيء بعملها كالبريشن زي ما عملتوا. حاولوا طلاب برا اظن عملوا الفكره هاي، حطوا فلتر على الكاميرا او جابوا الصوره وبالمات لاب عملوا لها بروسيسنج، فخلوا الاشي البرايت، النقطة البرايت تبعت الليزر، وضعفوا كل الهاي، بتقدر تعملها بالبرايتنس، في ايمج بروسيسنج بالماتلاب، فانت بتاخذ الصورة اللي طلعت معك، وخصوصا اذا رحت على مكان معتم، راح تكون معظم هذه معتمة من هون، ايش راح يبين معك بشكل واضح؟ الليزر، سقوط، نقطة سقوط الليزر على الجسم، كل ما اقترب الجسم مني وين راح تصير النقطة؟ راح ترتفع النقطة، مزبوط؟ لأنه عندي الليزر بيم ضارب من هون، لما الجسم بيقترب من الليزر بيم وين راح تصير النقطة على الجسم؟ رح ترتفع، مظبوط؟ فكر فيها بهذا الشكل هيك، هي الليزر بيم جاي من هون والكاميرا عم تطلع من هون، كل ما الجسم اقترب من الليزر بيم وين النقطة عم بتروح؟ عم ترتفع، كل ما ابتعد عم تنزل، فأنت كل ما قربت الجسم وبعدته وين النقطة عم تتحرك؟ عم تتحرك بهذا الشكل، مكان النقطة، هلا لو صارت النقطة بعيدة جدا رح تصير هذه كأنها النقطة هون بالنص، لما يصير ولذلك في عندي رينج معين، خلص بعد رينج راح بطل اقدر اميز بين مكانها، ولما تقترب كثير راح تصير مرتفعة هون. كيف راح تعملها بروسيسنج في الماتلاب الآن؟ في كوماندز موجودة في الماتلاب بإمكانك تاخذ الصورة هاي وتضلك تنزل البرايتنس تبعتها، فراح ينزل البرايتنس تبع هذا راح يصير كله معتم، مين راح يضل له هاي؟ حتى لو نزل من البرايتنس تبعها راح تضل الكونتراست بينها وبين هاي أعلى، وبإمكانك تفتش بعدين في روتينز موجوده في الماتلاب بتعطي النقطه اللي لها برايتس بتعطيني احداثياتها. بهاي الحاله انا بهمني الاكس الواي عفوا ارتفاعها من هون، هذا طبعا هذه ما راح تكون لينير، بدك انت تحط علاقه معينه ما بين الاثنين بحيث انه تربط بعد الجسم بيعتمد على الزاويه هاي وبيعتمد على الزاويه هاي وبيعتمد بعدين على البروسيسنج تبع الايمج، فبقدر يعطيني مكان النقطه. هذه هون ما عندي مشكله البروسيسنج تايم ولا عندي مشكله تايم اوف فلايت. فرجيتكم انا الترينجولر، فرجيتكم السنسرز هذول الليزر سنسرز جبتهم هون، لا سي ام ام بس وين شفناها؟ شفناها بالام اس دي مش بالترانسديوسرز، مش عشان هيك انا بسالك عشان اتاكد المره